ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رضي الله عنه ورحمه ونفعنا بعلومه في الدارين الحوالة. نحن وقفنا عند الحوالة؟ نعم. طيب، لماذا ذكر الحوالة أو ذكر أحكام الحوالة بعد الكلام على الصلح؟ قالوا لأن الحوالة فيها قطع للنزاع، لأن الحوالة فيها قطع للنزاع بين المحيل والمحتال، بين المحيل والمحتال. والحوالة رخصة، لأنها بيع دين بدين جوز للحاجة، بيع دين بدين جوز للحاجة. وإلا فالأصل أن بيع الدين بالدين لا يصح، للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ. قال: الحوالة لغة التحول والانتقال. الحوالة تقال الحوالة وتقال الحوالة بفتح الحاء وكسرها، لكن الفتحة أفصح من الكسر. نعم. قال: هي لغة التحول والانتقال، يقال حالة الأسعار إذا انتقلت عما كانت عليه، سواء بقى انتقلت عما كانت عليه إلى الزيادة أو للنقصان. نعم، تمام. وعطف الانتقال على التحول من قبيل عطف التفسير، من قبيل عطف الايه؟ التفسير. قال: وشرعا عقد يقتضي نقل دين. عقد يقتضي نقل دين، هل عين الدين ينتقل، هل عين الدين تنتقل، أو الذي ينتقل مثل الدين؟ المثل. فهنا في مضاف محذوف، يوجد مضاف. عقد يقتضي نقل مثل دين، تمام، ونظير دين، وليس هو عين الدين. عقد يقتضي نقل دين من ذمة، يعني من ذمة المحيل، إلى ذمة أخرى هي ذمة الإيه؟ المحال عليه. والدين المنقول هو دين محتال، كما سيأتينا أن الحوالة لها أركان: محيل ومحتال ومحال عليه ومحال به، تمام، سيأتي إن شاء الله. طيب، الشيخ يقول: هي إيه؟ عقد يقتضي. إذن عقد يبقى إجاب وقبول. واضح يا شيخ؟ طيب، الحوالة يسن قبولها إذا أحيل على مقر مليء باذل لا شبهة في ماله. يبقى إذا أحيل صاحب الدين على شخص مقر، الآن حتى نتصور المسألة الحوالة، أنا لي عند الشيخ أفنان 100,000، أفنان له عند حبيب 100,000، فجئت لأطالب أفنان فقال: أحلتك بال100,000 التي لك علي على حبيب لتقبضها منه، فقلت قبلت، تمام. إذن انتقل ديني من ذمة أفنان إلى ذمة من؟ حبيب. وبرئ أفنان من الدين تماما، تمام يا شيخ. حبيب هذا إذا كان مقرا بأن عليه دين لأفنان ومقر بالحوالة، ماشي، يبقى مقر ومليء، يعني معه المال، تمام، ليس معسرا. وباذل يعني هو رجل ليس مماطلا، ليس مماطلا، يعني يدفع إذا طولب، تمام، ولا شبهة في ماله. حينئذ إذا أحالني أفنان على حبيب يسن لي أن أقبل هذه الحوالة. طب إذا لم يكن بقى حبيب باذلا، فحينئذ يباح قبولها، ومقر مليء لا شبهة في ماله، لكن ليس باذلا، رجل إيه؟ مماطل، يعني لا يحب العطاء، تمام. طب إن كان في ماله شبهة، قالوا يكره قبول الحوالة حينئذ، لكن إن كان ماله حراما يحرم قبول الحوالة، تمام. طيب، متى يجب قبول الحوالة؟ نقول: يجب على الولي قبول الحوالة لمحجوره إذا كان الدين لمحجوره وتعينت الحوالة طريقا لتحصيل هذا الدين. يعني رجل عنده مال وعنده أبناء صغار، مات هذا الرجل وترك المال لأبنائه، من الذي يرث؟ الأبناء. الأبناء ورثوا أموال أبيهم، أبوهم له دين على فلان، فحينئذ تولى عليهم ولي ليتصرف في أموالهم، والحوالة طريق لتحصيل هذا الدين. حينئذ يجب على الولي أن يقبل الحوالة للإيه؟
بالمولى عليه. يبقى احنا حينئذ نقول الحوالة هنا تكون ايه؟ واجبة. إذن الحوالة تعتريها أحكام خمسة. تعتريها أحكام خمسة. واضح يا شيخ؟ تعينت. نعم، إذا تعينت طريقا لإيه؟ لتحصيل الدين للمحجور عليه، فحينئذ يجب على الولي أن يقبلها. طيب، الحوالة عقد لازم، لازم الطرفين أو جائز الطرفين أو لازم من أحد الطرفين دون الآخر. قالوا هي عقد لازم الطرفين، فلو أراد أحد الطرفين بعد الإجاب والقبول أن يفسخها لا تنفسخ. تمام، لا تنفسخ إلا في بعض الصور تأتينا في المطولات. طيب، قال أركان الحوالة. أركان الحوالة تؤخذ من التعريف السابق، التعريف السابق الذي قلناه إيه؟ عقد، إذن إجاب وقبول، يبقى عندنا هذه ركنان، إجاب وقبول. يقتضي نقل دين، يبقى نقل دين من؟ نقل دين ها نقل دين نوع أفنان، أفنان محيط إلى من ذمة، يعني نقل دين من؟ نقل دين الذي على أفنان إلى ذمة أخرى، يبقى نقل دين المحتال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. واضح، يبقى كده عندنا محيل ومحتال ومحال عليه وإجاب وقبول، ودين لي على، دين للمحتال على المحيل، ودين للمحيل على المحال عليه. واضح ولا لا؟ الكلام صعب، محيل ومحتال لكن مفهوم، يعني نتكلم بالأمثلة أسهل. طيب، نقول الآن أنا لي دين على أفنان كما مثلنا، هو أفنان له دين على حبيب، فطالبته فقال أحلتك بالدين الذي لك علي على حبيب. إذن أنا لي دين على أفنان، إذن هذا دين المحال، لأن أنا المحتال، أنا الذي سأتحول إلى حبيب، دين لي على الإيه؟ على هذا الشخص الذي هو محيل. تمام، وأنا أسمى محتالا أو محالا. يلا شيخنا، يا محتال ليه من صفة لما الواحد يشتم واحد بيقول له محتال ولا بالفصحى؟ حتى نفرق بين بين من يجرى له عقد الحوالة وبين المحال الذي هو مستحيل ضرب من الممتنع. المحتال دي مش لا لا لا, لا. تمام، فبنقول انا الان صرت محتالا، يعني متحولا يعني. تمام، وهذا الذي حولني فهذا محيل، وهذا الذي حولت عليه فهو محال عليه. تمام، فالشرع يبقى عندنا عقد، يبقى إجاب وقبول، ولي دين أنا، يبقى دين للمحتال على المحيل، هذا الركن الثاني. الثالث بقى، ودين للمحيل على المحال عليه، هذا الركن الرابع. تمام، يبقى قال أركان الحوالة سبعة: محيل وهو الذي عليه الدين للمحتال، هذا الشخص أفنان، ومحتال وهو من له الدين على المحيل أنا. تمام، ومحال عليه وهو من عليه الدين للمحيل اللي هو حبيب. تمام، والرابع والخامس قال دين للمحتال أنا على المحيل، يبقى الدين الأول، ودين للمحيل، دين لأفنان على حبيب المحال عليه. تمام، ثم قال وإجاب وقبول، هذا السادس والسابع. ولكل ركن من هذه الأركان شروط تأتي إن شاء الله. ذلك قال ما يشترط في المحيل والمحتال والإجاب والقبول. يشترط في المحيل والمحتال ما يشترط في البائع والمشتري. ما الذي اشترطناه في البائع والمشتري؟ إطلاق التصرف. لا، شرطان المشتري. مطلقا، بقطع النظر عن من يشتري مصحفا أو مسلم أو يشتري عدة حرب. تمام، يبقى الذي يشترط في البائع والمشتري شرطان: إطلاق التصرف وعدم الإكراه بغير حق، الاختيار يعني. إطلاق التصرف يعني إيه؟ بالغ، عاقل، غير محجور عليه بسفه أو فلس. تمام، وعدم الإكراه يعني عدم الإكراه بغير حق، بأن يكون مختارا. واضح؟ طيب، قال يشترط في المحيل والمحتال ما يشترط في البائع والمشتري. طب المحال عليه ما الذي يشترط فيه؟ يشترط أن يكون مطلق التصرف أيضا، غير أنه لا يشترط رضاه.
لا يشترط لأنه موف للحق من أي مكان، هو أصلا محل الحق. يعني أنا الآن لما أحالني الأفنان على حبيب، هل يشترط أن يقبل حبيب؟ لا يشترط، هو قطعا سيؤدي، سواء أدى إلي أو أدى إلى أفنان. تمام يا شيخ؟ طيب. قال ويشترط في الإيجاب والقبول ما يشترط في صيغة البيع. كم شرط في صيغة البيع؟ 13 شرطا، الموالاة وعدم التعليق وعدم التأقيت والموافقة على وفق الإيجاب ونحو ذلك. كل هذه الشروط التي اشترطناها في صيغة البيع تأتي جميعها هنا. لكن لا يتعين لفظ للحوالة. اللفظ المشهور أحلتك بالدين الذي لك علي على فلان، تمام، لكن لا يتعين هذا اللفظ، بل يكفي كل لفظ يؤدي هذا المعنى، يكفي كل لفظ يؤدي نقلت حقق إلى فلان، جعلت ما أستحقه على فلان لك، ملكتك الدين الذي لي على فلان بالدين الذي لك علي، يبقى تأتي بملكتك ونقلت و و و و. طب هل تنعقد الحوالات بلفظ البيع؟ بعت دينك الذي، ها، بعت دينك الذي لك علي، أو بعت ديني الذي على حبيب إليك بدينك الذي لك علي، يبقى هل ينعقد، هل تنعقد الحوالات بلفظ البيع أو لا؟ فيه خلاف، اعتمد الخطيب والرملي أنه لا يصح، الشهاب بن حجر يعتمد أنه يصح، وأوجه لأنها بيع دين بدين، فهي بيع، لكنه يكون كناية حينئذ، تكون إيه؟ نعم. قال شروط الدينين، شروط الدينين ما هما الدينان؟ دين المحتال على المحيل ودين المحيل على المحال عليه. قال شروط الدينين 4. الشرط الأول قال ثبوتهما، أي ثبوت الدينين في الذمة، فلا يصح الحوالة بالأعيان، لا تصح الحوالة بالأعيان ولا على الأعيان. أنا الآن أخذت منك هذا الهاتف على سبيل العارية، استعرضت منك هذا الهاتف ثم جحدته، أنت لا تريد أن ترجعه إلي، أو امتنعت غصبته ونحو ذلك، هل يصح أن تحيلني بقى؟ أنا أخذ هاتف من أفنان وأقول أحلتك بالهاتف الذي لك علي على فلان، يبقى الأعيان لا تصح الحوالة بها ولا عليها، واضح؟ لأنها ليست ديونا، لأنها ليست، إنما الحوالة تكون بالدين. نعم، يكون وكالة بالقبض. طيب. ولا تصح بالدين الذي سيجب، لا تصح بالدين الذي ولا على الدين الذي سيجب. يعني أنا الآن سأبيع هذا الهاتف 1000، تمام، فأعطيتك الهاتف ولم نجري بعد صيغة التبايع، صيغة الإجاب والقبول، هل ثبت الدين في ذمتك؟ لما بعد، فلا يصح أن أحيل بالدين الذي علي فلانا عليك، يبقى لا تصح الحوالة على الدين الذي سيجب ولا بالدين الذي سيجب، تمام؟ طيب. وكذا لا تصح الحوالة ممن لا دين عليه أصلا. يعني أنا الآن علي دين، وأنت وأنا لي دين على أفنان، أنا لي 100 لي عنده 100,000، أنت صديقه حبيبه، لكن هو لا يدينك، فقال أحلتك ب100,000 التي لك علي على محمود، محمود أصلا ليس مديونا لأفنان، لا يصح، لأن لا يوجد دين ثابت في ذمة المحال عليه، صح؟ فالشرط ثبوت الدينين في ذمة من؟ في ذمة المحيل والمحال عليه، واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال ثبوتهما، الدين الثابت يشمل إيه؟ يشمل الديون المستقرة والديون اللازمة. تذكرون الدين المستقر؟ نعم. الذي لا يتطرق إليه سقوط أصلا، كالصداق بعد الدخول وكالأجرة بعد استيفاء العمل، صح؟ ويشمل الديون اللازمة كالصداق قبل الدخول، ويشمل الديون الآيلة إلى اللزوم بنفسها كالثمن في مدة الخيار، فإنه إن لم يكن لازما الآن لكنه سيؤول إلى اللزوم بنفسه، سيؤول إلى اللزوم بنفسه لا بفعل فاعل، بخلاف جعل الجعالة قبل العمل، جعل الجعالة قبله، هو سيؤول إلى اللزوم لكن بإيه؟ بإتمام العمل، يبقى لا يؤول بنفسه إنما يؤول بالإتمام، تمام؟ فكلامنا ما معنى الدين ثابت؟ دين مستقر أو لازم أو آيل إلى اللزوم، أو آيل إلى اللزوم بنفسه. إلى اللزوم بنفسه. طيب.
بخلاف الديون غير الثابتة غير المستقرة وغير اللازمة والتي لا تؤول إلى اللزوم. مثاله دين المكاتب. دين المكاتب، نعم. أنا الآن عندي عبد كاتبته على 100,000 يدفع إلي كل شهر 1,000 جنيه. إذن العبد صار مدينا لي بإيه؟ ب100,000 يدفع إلي كل شهر 100,000. إذن كل شهر يحل عليه دين. أنا الآن صرت مديونا لحبيب ب1,000، هل يصح أن أحيل هذا الشخص الغريم الذي الذي له علي دين على هذا المكاتب؟ لا يصح، لأن دين المكاتب ليس لازما، هو أصلا يمكن له أن يعجز نفسه، يعني يقول أنا خلاص أنا لا أريد أن أكون حرا، أن سأرجع عبدا مرة أخرى. فحينئذ هل يستطيع الشخص الثالث المحتال أن يستوفي حقه من هذا الشخص؟ لا يستطيع. فلذلك لا تصح الحوالات بالإيه؟ على الديون الإيه؟ على نجوم الكتابة. طب هل يصح أن يحيل المكاتب على بدين له على سيده؟ لا يصح. أنا الآن المكاتب بينه وبين سيده معاملة، باع لسيده هاتفا ب100,000 مؤجلة وقد حلت ولم يدفع السيد، إذن السيد صار مدينا لعبده والعبد صار مدينا لشخص ثالث، فأحال العبد هذا الثالث على سيده، يصح ولا لا؟ يصح، لأن الدين صار لازما في ذمة السيد الآن، بخلاف دين الكتابة ليس لازما في ذمة العبد. لو عجز نفسه لو سيعود، لكن الدين لازم ولا يتطرق إليه سقوط الآن. فهمت؟ طيب، قال وصحة الاعتياض عنهما، هذا الشرط الثاني، صحة الاعتياض عنهما يعني عن الدينين. تعرفون معنى الاعتياض؟ تذكرونه؟ الاعتياض يعني الاستبدال. أنا الآن أقرضتك 100 دولار، فحصل في مصر أزمة في الدولار، لا يوجد دولارات في السوق، فلا أستطيع أن أرد عليك الدولار، فأقول لك استبدل عن دينك الذي لك علي عن الدولارات جنيه، ننظر كم قيمة الدولارات بالجنيه وأعطيك، تمام؟ أنت لك عندي 100، فأنا أعطيك 17 بالضعف، 17 ضعفا يعني بالجنيه، والحمد لله، تمام؟ فحينئذ هذا يسمى إيه؟ الاعتياض، يعني الاستبدال. وهل يجوز الاستبدال عن كل دين؟ عندنا قعدنا قاعدة سابقة أنه يجوز الاعتياض عن الثمن الذي في الذمة مطلقا إلا دين السلم، إلا دين السلم. ويصح الاعتياض عما في الذمة من القرض، ولا يصح الاعتياض عن دين السلم سواء كان رأس المال أو كان المسلم فيه، ولا يصح الاعتياض عن المثمن مطلقا، عن المبيع المثمن المقابل بالثمن، يبقى يصح الاعتياض عن الأثمان إلى المثمنات. نعم. تمام؟ فقالوا شرط الدين الذي تصح الحوالة به وعليه أن يصح الاعتياض عنه، يبقى لا يصح أن تحيل على إيه؟ على دين الزكاة، على دين السلم، ولا بدين السلم. أنا الآن أريد أن أقول أسلمت إليك 100,000 جنيه في هاتف صفته كذا وكذا أو سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، هذا عقد سلم أو لا؟ رأس المال صار دينا أو لا؟ هل يصح أن أحيلك أنت ب100,000 على فلان؟ لا يصح، لأنه لا يصح الاعتياض عن هذا، عن هذا الدين. طب المسلم فيه هل يصح أن تحيل به أو عليه؟ كذلك لا يصح، لأنه لا يصح الاعتياض عن المسلم فيه ولا عن رأس مال السلم. واضح ولا غير واضح؟ يبقى شرط الدين الذي تصح الحوالة به وعليه أن يصح الاعتياض عنه. واضح ولا غير واضح؟ طيب، نعم. في السورة التي تقدموها يعني في الدولار والجنيه، مثال السورة يكون بقيمة الدولار في وقت العقد، في وقت العقد، نعم، في وقت العقد. أنا الآن اقترضت 100 دولار من شخص كان الدولار وقتها بجنيه واحد، فأردت أن أقضي الدين الآن، أقضيه إيه؟ إما دولارا وإما أن أقضيه بقيمته الآن. بقيمته الآن؟ آه. لا بقيمة وقت القرض. لا بقيمة وقت القرض. آه. العبرة بما نحن فيه الآن، لأن هذا سيكون عقد بيع جديد، بيع دولار بجنيه. وإما أن ترد الدولار، لذلك إذا أردت أن تقترض فلا تقترض بالدولار، اقترض بالجنيه فقط. نعم. قال
وعلم العاقدين بهما قدرا وجنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. يعني والشرط الثالث علم المتعاقدين المحيل والمحتال بهما أي بالدينين قدرا وجنسا وصفة يعني صفة معتبرة في السلم التي مرت معنا وحلولا وتأجيلا يعني ومعرفة قدر التأجيل كمان معرفة قدر الأجل تمام لأن حوالتك المعاوضة كالبيع والشراء فلابد للمتعاقدين من العلم بحال العوضين صح؟ طيب قال والراب وتساويهما فيهما فيها ولا فيهما فيها يعني وتساويهما تساوي الدينين دين المحيل والمحال عليه فيها يعني في المذكورات السابقة كلها يعني لابد أن يتساوى الدينان قدرا وجنسا وصفة وحلولا وتأجيلا وقدر الأجل فلا يصح أن أحيل بالجنيه على الدولارات ولا العكس أنا لي عليك جنيهات وأنت لك على حبيب دولارات لا يصح أن تحيلني بالجنيهات على الدولارات باختلاف الجنس تمام وكذا لا يصح أن تحيل بالأرض على الأجود ولا بالأجود على الأرض لاختلاف النوع تمام ولا يصح أن تحيل بالدين الحال على الدين المؤجل ولا العكس ولا يصح أن تحيل بالدين المؤجل لساعة على الدين المؤجل لثانية لتفاوت الأجلين لتفاوت الأجلين يبقى لابد من اتحادهما في الايه في الجنس والصفة والحلول والتأجيل والقدر ما معنى القدر يعني القدر الايه قدر الدين المحال به والمحال عليه يعني أنا لي عندك 10 وأنت لك عند حبيب 5 فتقول أحلتك بالعشرة على 5 لا يصح طيب ماذا لو كان العكس أنا لي عندك 5 وأنت لك على حبيب 10 فقلت أحلتك بالخمسة على 10 لا يصح أيضا كيف يعني نقول لا المراد لا من قول الفقهاء لا يصح يعني لا يصح أن تأخذ العشرة كلها في مقابلة الخمسة لكن لو قال أحلتك بالخمسة على 5 من 10 يصح لذلك احنا نقول حوالة تكون بإيه المراد تساوي قدر الدين المحال به والدين المحال عليه التساوي في الإيه في قدر الدين المحال به على المحال عليه وليس المراد التساوي في مطلق الديون لا ممكن يكون دينك عليه أكبر بكثير لكن أنت تحلني بقدر الدين الذي لك علي تماما واضح ولا لا طيب ثم قال صورة الحوالة أن يكون لزيد على عمرو 1000 دينار حالة صحيحة ولعمرو على بكر مثلها فيقول عمرو لزيد أحلتك بال1000 التي لك علي على بكر فيقول زيد قبلت فحينئذ إذا قبل زيد برئت بالحوالة ذمة زيد يبقى يبرأ بالحوالة زيد عن دين من؟ عن دين عمرو ويبرأ بكر عن دين زيد وينتقل حق عمرو إلى ذمة بكر إلى ذمة بكر نعم واضح؟ ما معنى هو انتقال الحق من ذمة عمرو انتقال حق من ذمة زيد إلى ذمة بكر من ذمة زيد إلى ذمة بكر ها ما معنى هذا معنى هذا أن زيدا برئ تماما بحيث لو تعذر بكر عن في الأداء لم يرجع المحتال على المحيل ليقضي يعني إيه يعني أنا الآن لما قلت للأفنان أعطني ديني أعطني فقال أحلتك على حبيب فقلت قبلت برئ أفنان تماما حبيب الآن صار مماطلا لا يدفع أو صار معسرا ليس معه من ليقضي هل يجوز لي أن أعود لأفنان وأطالب لا يجوز برئ ذمته تماما بحيث لو أفلس المحال عليه أو جحد الحوالة أو جحد الدين لم يجز للمحال أو المحتال أن يرجع على المحيل ويطالبه بالدين ليه؟ لبراءة الذمة تماما طب ماذا لو كان المحتال أنا يعني جاهلا بكون حبيب مفلسا ها لو كان كذلك كذلك لا أرجع على المحيل لماذا؟ لأني أنا المقصر الذي قصرت في البحث والتفتيش عن حالي المحال عليه واضح ولا غير واضح؟ ثم قال رضي الله عنه الضمان لو شرط يصح الشرط
لا لا، لأنه إحنا قلنا فيه معنى البيع. نعم. لو مات المحيل عليه. نعم، يتعلق بتركته. طيب، قال الضمان، لماذا ذكر الضمان بعد الحوالة؟ الآن يا مشايخ، احنا قلنا الحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة، صح؟ الضمان فيه هذا المعنى، أني أضم ما في ذمتك إلى ذمتي. أضم ما في ذمتك. أنت الآن لك أثنان له على حبيب دين، تمام؟ فجاء حبيب أثنان يطالب حبيبا بشدة، فأنا قلت له يعني اتق الله وأمهله، فقال هو لا يدفع، فقلت له أنا أضمنه، إذا ضمنت ذمتي ذمة حبيب، كأني نقلت الحق وشركته من ذمته مع ذمتي، ففيه أيضا نوع من نقل الإيه؟ نقل الديون، تمام؟ وفيه أيضا مطالبة من لم يكن مطالبا من قبل. لا أهو جميل، يلا بقى روح عند ماما. إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم. يحكى أن القاضي أبو الطيب الطبري، قاضي أبو الطيب الطبري، كان في مجلس تدريسه فوصله خبر وفاة ابنه محمد وهو يدرس، فأكمل درسه على المعتاد تماما، جبل والله، فلما فرغ من الدرس قال لقد وصلنا خبر بلائنا بابننا محمد، فمن أراد أن يعزينا فليأتي مشكورا. جبال يعني، أنا أجلس الآن وقلبي معهم. سبحان الله. المهم، إذن نقول الضمان يترتب عليه مطالبة من لم يكن له مطالبة من قبل. يعني الآن في الحوالة، هل كان لي أن أطالب حبيبا في سورة الحوالة التي ذكرناها، هل كان لي قبل الحوالة أن أطالب حبيبا بدين؟ لا. لا، الضمان كذلك فيه هذا، لكن بعد الحوالة أطالبه. الضمان في هذه الصورة، صح؟ لما كان حبيب ضمن أفنان، فصرت أطالب أفنانا وأطالب حبيبا، يبقى هذا فيه معنى الايه؟ فيه معنى الحوالة أيضا، فلذلك ذكروا كلام على الضمان بعد الكلام على الايه؟ الحوالة. قال والضمان لغة الالتزام، يعني الالتزام مطلقا، سواء كان لمال أو لا، سواء كان بعقد أو لا. قال وشرعا التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار عين مضمونة، أو بدن من يستحق حضور. نقول يا مشايخ الضمان ثلاثة أقسام، ينقسم الضمان شرعا إلى ثلاثة أقسام: ضمان المال أو ضمان الدين، وضمان العين المضمونة، ضمان رد العين. يبقى القسم الأول ضمان الإيه؟ المال. القسم الثاني ضمان رد العين. القسم الثالث ضمان البدن، وهذا يسمى الكفالة، يسمى الإيه؟ الكفالة. يبقى الضمان كم نوع؟ ثلاثة أنواع. الشيخ عرفها بتعريف جامع، عرف كل هذه الأنواع بتعريف جامع، فقال التزام حق ثابت في ذمة الغير، يبقى هذا إشارة إلى ضمان الإيه؟ المالي، تمام؟ أو إحضار عين مضمونة، وهذا إشارة إلى ضمان رد العين، أو بدن من يستحق حضوره، وهذا إشارة إلى ضمان الإيه؟ ضمان البدن هو المسمى كفالة. قال التزام حق ثابت، يبقى التزام حق مالي ثابت في ذمة الغير بأن يتكفل برد مثل ذلك الحق إذا لم يوفي به المضمون عنه، إذا لم يوفي به المضمون عنه. أنا الآن، أنت لك على حبيب دين، طالبت حبيبا فتعسر فطلب مهلة، وأنت طلبت ضامنا، فأنا قلت أنا أضمنه، فحينئذ أنا التزمت حقا ماليا ثابتا في ذمة الغير بأن أرده إليك إذا تعذر عليه الوفاء، يبقى هذا ضمان الإيه؟ المال. قال أو إحضار عين مضمونة، أو التزام إحضار عين، هذا معطوف على قوله التزام. ما هي العين المضمونة؟
العين المغصوبة والعين المستعار، يعني أنت تثبت في ضمان صاحبة اليد، صاحب اليد تمام، العين المضمونة كالمغصوبة ومستعارة، أو التزام إحضار عين مضمونة يعني وردها إلى مالكها تمام. فلان غصب هذا الهاتف من حبيب تمام، فأنا ذهبت وقلت له أنا أضمن أن أرجع إليك هذا الهاتف، يبقى هذا يسمى ضمان رد العين تمام. طيب قال أو بدن من يستحق حضوره، أو هو التزام إحضار بدن من يستحق حضوره ليستوفى منه حق آدمي مالي أو حق أو حق مالي لله سبحانه وتعالى. الآن ما هي الكفالة؟ الكفالة يعني أن يتعهد شخص أن يحضر شخصا آخر ليستوفى منه حق لإنسان. هذا الحق قد يكون ماليا وقد يكون غير مالي. حق المال يعني الديون والأعيان ونحو ذلك صح؟ حق غير المالي زي حق القصاص وحق حد القذف تمام؟ أو حق لله تعالى مالي كالزكاة والكفارات. القاضي الآن أحضر عنده شخص لم يدفع الزكاة فيقول له تحبس إلى أن تدفع، فقال طب أمهلني حتى أذهب لأحضر المال، فقال لا لا أتركك حتى تأتي بكفيل. رجل يتكفل ويتعهد أن يحضرك إذا غبت، فحينئذ يأتي هذا الرجل يقول أنا كفيل به أن يعود. فهذا إحضار بدن من يستحق حضوره ليستوفى منه حق إيه؟ حق مالي لله سبحانه وتعالى، الزكاة. واضح ولا غير واضح؟ هذه هي الكفالة. واضح التعريف ولا نقول كمان؟ طيب إذن الضمان يطلق على إيه؟ على ثلاثة أشياء، التزام حق مالي إلى إيه؟ إلى آخر الكلام. طيب شيخ حضرتك الكفالة ما يطلق عليها في بلاد مثلا الخليج أو كده أنه يتكفل بشخص ويكون مسؤول عنه؟ لا لا، ده نوع من الجرم والظلم. الكفيل بتاع السعودية ده حاجة كده ظالمة، حتى بيقولوا إيه الفرق بين السعودي والفيل؟ يقولون السعودي يصح أن يكون كفيل لكن الفيل لا يصح أن يكون كسعودي. يأتي ببدل العين في نوع الثاني، أن يأتي بعين مضمون لا يجوز ببدل، لا بنفس العين، لأن العين إذا تلفت خلاص لا يطالب الضامن بشيء. كذلك المتى المكفول؟ نعم، يبقى الآن نقول أو إحضار عين مضمونة، يعني عين مضمونة باقية، لأن العين المضمونة إذا تلفت لم يلزم الضامن شيئا. نعم. لم يلزم الضامن شيئا. واضح؟ نعم. طيب الشيخ هنا لما عرف الضمان قال التزام، فهل الضمان هو نفس الالتزام أو عقد يقتضي التزام؟ يقتضي إطلاقان شرعيان، يطلق الضمان على العقد ويطلق على نفس الالتزام، يطلق على العقد وعلى نفس الايه؟ الالتزام. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال أركان الضمان، أركان الضمان خمسة: ضامن هو الملتزم، ملتزم إحضار، إحضار المال أو إحضار العين أو إحضار البدن، ويسمى كفيلا وزعيما وحميلا وصبيرا تمام، ويسمى إتاني، ويسمى قبيلا، ويسمى يبقى يسمى زعيم وكفيل وحميل وقبيل وصبير. نعم، يبقى خمسة. قال ومضمون له وهو صاحب الحق. نأتي بالصورة، الآن أنا لي عند أفنان دين، طالبت أفنان فطلب مهلة يوم أو يومين، فقلت ائتني بضامن، فجاء حبيبا جاء بحبيب ليضمنه، فقال حبيب أنا أضمنه تمام. إذن أنا أسمى مضمون له، أسمى إيه؟ مضمون له. يبقى صاحب الدين يسمى مضمون له، هو صاحب الحق، وهذا يسمى مضمون عنه لو من عليه الحق، وهذا يسمى ضامن تمام. والحق الذي لي على أفنان يسمى مضمونا، يسمى مضمون. وقول حبيب أنا أضمنه هذه الصيغة، هل يشترط أن أقبل؟ لا يشترط. هل يشترط أن يقبل أفنان؟ لا يشترط. واضح؟ لا. يبقى هنا نقول صيغة ولم نقول إجاب وقبول، لأنه لا يوجد فيه إلا إيجاب، لا يوجد فيه إلا إيجاب فقط. واضح؟ لا.
ولا يشترط قبول المضمون له ولا المضمون عنه. طيب هذه الأركان هي أركان ضمان المال وأركان ضمان رد العين المضمونة. أما الكفالة فليس لها إلا أركان أربعة، فليس لها إلا الأركان الأربعة. ما هي؟ ضامن ومضمون وهو الشخص، ومضمون له وصيغة. في عندنا مضمون عنه، لأن المضمون عنه هو هو المضمون بدل الشخص نفسه. فهمتم؟ نعم. طيب ثم قال شروط الضامن أربعة. الشرط الأول قال أن يكون فيه أهلية تبرع. طبعا قلنا أهلية التبرع هذا تكلمنا عنه كثيرا، بالغ العاقل المختار الحر كل هذا. فيصح ضمان السكران غير المتعدي بالسكر، لأن السكران غير المتعدي بالسكر أهل للتبرع ولا لا؟ أهل للتبرع. ويصح ضمان السفيه المهمل بخلاف السفيه المحجور، لأنه ليس أهلا للتبرع. ويصح ضمان المحجور عليه بالفلس في ذمته، صح؟ ويطالب بالمضمون إذا إيه؟ إذا أعسر وقضى ديونه. يطالب بالمضمون. واضح ولا غير واضح؟ يبقى شرط المضمون أن يكون فيه أهلية تبرع. قال وأن يكون مختارا، فلا يصح ضمان مكره بغير حق. أما المكره بحق فيصح ضمانه، فيصح ضمانه. مثال إيه بقى المكره بحق؟ ها؟ من امتنع عن أنا نذرت مثلا أن أضمن فلانا ثم امتنعت من ضمانه، فيكرهه الحاكم على ضمان هذا الشخص، فهذا إكراه به، فيصح الضمان وإن كان مع الإكراه. قال وأن يأذن له المضمون. هذا الشرط الثالث خاص بالكفالة، خاص به بالكفالة. قال وأن يأذن له المضمون، المضمون الرشيد المختار أو وليه، يعني أو أن يأذن له وليه، يعني ولي المضمون حيث كان غير رشيد كأن كان صبيا أو مجنونا. تمام. قال في ضمان البدن، يعني في ضمان البدن خاصة. يبقى متى يعتبر الإذن من المضمون له، من المضمون عنه؟ في ضمان البدن، في ضمان البدن خاصة. لماذا؟ لأني أريد أن أحضر هذا المضمون، صح؟ فلو لم يأذن كيف أتسلط على بدنه؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب قال وأن يكون، هذا الشرط الرابع، وأن يكون قادرا على انتزاع العين. وهذا الشرط خاص بضمان رد العين، أن يكون قادرا على انتزاع العين المضمونة يقينا أو ظنا بنفسه أو بمأذونه، يعني قادرا على انتزاعها بنفسه أو بمأذونه، يعني هو يعرف ضباط من الشرطة يستطيعون أن يذهبوا ويفعلوا اللازم يعني. تمام. قال في ضمان ردها، يعني في ضمان رد العين المضمونة، أو يأذن له المضمون عنه، يعني أو أن يأذن له المضمون عنه في أن يضمن عنه تلك العين. تمام. يعني الغاصب يأذن له أن يضمن عنه هذه العين. أنا مثلا ولدي سرق هاتفا، فجاء هذا المسروق منه وقال ابنك سرق مني هاتفا صفته كذا وكذا، فكلمت ابني فقال نعم أنا سرقته وأنا إن شاء الله سأرده. تمام. فأنا لست قادرا على انتزاعه منه لكونه كبيرا مثلا، لكن هو أذن لي في الضمان. تمام. فحينئذ يصح الضمان. فإن ظن الضامن أنه قادر على انتزاع العين المضمونة فبان عجزه بطل الضمان، بطل الضمان. وحيث صح ضمان العين المضمونة فتلفت تلك العين سقط الضمان عن الضامن ولا يطالب الضامن بشيء. واضح ولا غير واضح؟ يبقى شرط ضمان العين المضمونة أو شرط ضمان رد العين أن تكون العين باقية، فإن تلفت العين فلا يطالب الضامن بشيء. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال شرط المضمون له أن يعرفه الضامن بعينه، أن يعرفه الضامن، لأن عدم معرفة المضمون له قد يقع في الندم والتنازع. لماذا؟ أن الآن أضمن لمن؟ ها؟ لمجهول، صح؟ وهذا المجهول قد يقع في التنازع. لماذا؟ لاختلاف الناس في الطبائع، هذا يدفع وهذا مماطل وهذا شديد في المطالبة وهذا يعني سهل في المطالبة. فمثلا أنا ضمنت أثنانا لحبيب، فحبيب مضمون له، حبيب شديد في المطالبة، فقد يوقعني هذا ليه؟ إذا لم أكن أعرف حبيبا بعيني قد يوقعني ذلك في الندم، صح؟ طيب قال شرط المضمون له أن يعرفه الضامن بعينه. يبقى لا يشترط معرفته باسمه،
ولا يشترط معرفته بنسبه، إنما المضار على معرفته بالإيه؟ بالعين، يعني بالشكل هذا. تمام؟ لأن الظاهر ينبئ عن الباطن، لأن الظاهر ينبئ عن الباطن. يعني رجل صالح يبدو عليه أثر الصلاح والسمت واللحية والثوب، فنقول له هذا رجل صالح لن يطالب بشدة. تمام؟ هذا الشأن، هذا الشأن يعني، معلش. طيب، قال شرط المضمون عنه كونه مدينا، لأن وضع الضمان أصلا يقتضي ذلك. يعني أنا أضمن شيء شخصا ليس مدينا، لماذا أضمنه أصلا؟ صح؟ فلا بد أن يكون مدينا، فإن لم يكن مدينا فلا ضمان أصلا. يعني على ماذا أضمنه؟ على لا شيء. نعم. طيب، قال شروط المضمون، يعني شروط الدين المضمون ثلاثة. الشرط الأول قال ثبوته، يعني ثبوته في ذمة المضمون عنه، يبقى ثبوت الدين في ذمتي أفنان. فلا يصح ضمان ما لم يجب، كنفقة الغد للزوجة والقريب. الزوجة تستحق نفقتها كل يوم بيوم، يعني لما نستيقظ كده عند صلاة الفجر تستحق نفقة هذا اليوم. طيب، نفقة غد هل تستحقها الزوجة؟ قد تكون ناجزا غدا، صح؟ سبحان من يعلي ويخفض يا أخي. تمام؟ فحينئذ لا تستحق نفقة الغد إلا بحلول الغد. فحينئذ هل يصح أن تطالب الزوجة زوجها ضامنا لأن يعطيها نفقة الغد؟ لا يصح، لأنه لم يجب، لم يثبت الدين في ذمة الزوج بعد. وكذا نفقة القريب، إن كان لك قريب أصيل أحد الأصول فقير يجب عليك أن تنفق عليه يوما بيوم، فلا يصح أن تضمن نفقة الغد عن هذا. أقعد أقعد، جميل، يلا قل بقى. طيب، واضح يا شيخ؟ يبقى لا يصح ضمان ما سيجب، ولا يصح أن تضمن ما سيقرضه فلان أو ما سيقرضه لفلان. يعني مثلا يأتي رجل، مثلا أريد أن أستري هذا الهاتف بالقسط بالأجل، فيقول له ائتني بضامن، هل يصح أن يضمن ما سيشتري؟ لا، ولم يثبت الدين أصلا. صح؟ لا، اشتري بعد كده أضمن، لأنك لما تشتري يثبت الدين في ذمتك، ثم أنا أضمن الدين. لكن أنت لم يثبت في ذمتك دين أصلا، فكيف أضمنه؟ أنا آتي وأقول لك أعطني 100,000 قرضا، فقل ائتني بضامن، كيف يضمن ما لم يثبت في ذمتك؟ يقترض ويثبت الدين في الذمة ثم تأتي بضامن. طب كيف يمكن هذا في مجلس العقد؟ تأتي بالضامن معك فتأخذ المال فيثبت في ذمتك فيضمنك الضامن في مجلس الإيه؟ هذا هو المذهب الجديد. واختار في القديم صحة الضمان عما سيجب، كأعطي فلانا كذا وأنا أضمنه. واضح؟ هذا هو القول.